إذن تحية تربوية من جديد لتلامذة المستوى الثالث من الثانوي الإعدادي. إذن موضوع درسنا اليوم هو الإحصاء، وهو درس سبق لكم أن شاهدتموه في المستويات السابقة. إذن نبدأ درسنا بنشاط رقم واحد لكي نستنتج من خلاله مجموعة من المعارف والخلاصات. قام أستاذ بتصحيح فروض المراقبة المستمرة لقسم يتكون من 30 تلميذا وسجل النتائج التالية. أمامكم النتائج، النقط التي سجلها من 6 حتى 19. إذن هناك نقطة تتكرر عدة مرات، وهناك نقطة تكررت مرة واحدة إلى آخره. إذن مجموع تلاميذ القسم هو 30 تلميذا. السؤال الأول، أنشئ جدولا للحصيصات والحصيصات المتراكمة. السؤال الثاني، ما هو حصيص النقط 10 13 16، وما هو حصيصها المتراكم؟ 3، ما هي قيمة الميزة التي حصلت على أكبر حصيص؟ 4، احسب المعدل الحسابي أو النقطة المتوسطة. ردوا البال لهذه المتوسطة، لهذه المتسلسلة الإحصائية. 5، حدد القيمة الوسطية لهذه المتسلسلة الإحصائية. كذلك يجب التركيز جيدا على كلمة الوسطية، هناك فرق بين المتوسطة والوسطية. ثم أخيرا، مثل مبيانيا هذه المتسلسلة الإحصائية. إذن نبدأ على بركة الله. إذن نكتب أولا الميزة، ثم الحصيص، ثم الحصيص المتراكم. ودائما كما سبق لكم أن رأيتم في المستويات السابقة، الميزة تعبر عن الظاهرة المدروسة، والظاهرة المدروسة هنا هي النقطة. إذن وضروري أن تكتب الميزات مرتبة من الأصغر إلى الأكبر. إذن هنا الميزات في السطر الأول مرتبة من 6 إلى 19، وفي حالة عدم ترتيبها فيعتبر الجواب خاطئا. إذن 6، عدد التلاميذ الذين حصلوا على النقطة 6 هو تلميذ واحد، وعدد التلاميذ الذين حصلوا على النقطة 7 3 تلاميذ، وعدد التلاميذ الذين حصلوا على النقطة 8 تلميذين. إذن نقول بأن حصيص 8 هو 2، وعدد التلاميذ الذين حصلوا على النقطة 14 هو تلميذين، إذن 2، إذن حصيص 14 هو 2 إلى آخره. بالنسبة للحصيص المتراكم، الحصيص المتراكم لستة هو 1، والحصيص المتراكم لسبعة هو 4. يعني الحصيص المتراكم لسبعة حصلنا عليه عن طريق جمع الحصيص ديال 7 زائد حصيص 6. ثم 8، الحصيص المتراكم لـ8 هو 6، هو 2 زائد 3 زائد 1، هو الحصيص حصيص 8 زائد حصيص 7 زائد حصيص 6 إلى آخره. ولاحظوا أن الحصيص المتراكم لـ19 هو 30، وهو عدد تلاميذ القسم. إذن 30 يسمى الحصيص الإجمالي. ثانيا، حصيص 10 هو 5 من خلال الجدول، ثم حصيص النقطة 13 هو 3، وحصيص النقطة 16 هو 3. الحصيص المتراكم للنقطة 10 هو 12، كيف حصلنا عليه؟ هو حصيص 10 زائد حصيصات النقط التي الميزات التي سبقتها، هي 5 زائد 1 زائد 2 زائد 3 زائد 1. والحصيص المتراكم لـ13 هو 17، كيف حصلنا عليه؟ هو الحصيص حصيص 13 زائد حصيص 12 زائد حصيص 10 زائد حصيص 9 زائد حصيص 8 زائد حصيص 7 زائد حصيص 6، هو 17. ونفس الشيء بالنسبة للحصيص المتراكم لـ16 الذي هو 23. الميزة ثالثا، الميزة التي حصلت على أكبر حصيص هي 10، إذن حصيصها 5. لاحظوا في سطر الحصيصات، الحصيص أكبر حصيص هو 5. إذن نقول بأن منوال أو 10 تسمى منوال المتسلسلة الإحصائية. تذكروا جيدا، منوال المتسلسلة الإحصائية هي الميزة التي لها أكبر حصيص. بالنسبة للمعدل الحسابي أو القيمة المتوسطة للسلسلة الإحصائية هو M، نجمع جداءات الميزة في حصيصها. عفوا، 6 في 1 زائد 7 في 3 زائد 8 في 2 إلى آخر، احتل 19 في 1، ثم نقسم على الحصيص الإجمالي. إذا نجد 17.43، وهذه قيمة مقربة وليست مضبوطة.
بالنسبة للقيمة الوسطية، خامسا حساب القيمة الوسطية للمتسلسلة الإحصائية. تعريفها هي أكبر هي قيمة عفوا هي قيمة الميزة التي تقسم هذه المتسلسلة إلى جزئين لهما نفس الحصص. إذا في هذه الحالة فإن القيمة الوسطية هي 13 تقسم المتسلسلة الإحصائية إلى جزئين، كل جزء سنجد فيه 15 حصيصا. إذا طريقة حسابها طريقة حسابية لتحديد القيمة الوسطية. إذا أول مرحلة نحسب الحصيص الإجمالي الذي هو N يساوي 3. نصف الحصيص الإجمالي هو N على 2 يساوي 15. ثم قيم الميزة التي حصيصها المتراكم أكبر من أو يساوي نصف الحصيص الإجمالي هي، يعني قيم الميزة في هذه الحالة التي حصيصها المتراكم أكبر من أو يساوي 15. إذا لدينا 13 حصيصها المتراكم أكبر من أو يساوي 15، 14 كذلك حتى 19. أصغرها هو 13، وبالتالي فإن 13 هي القيمة الوسطية لهذه المتسلسلة الإحصائية. إذا بالنسبة للتمثيل المبياني لهذه المتسلسلة الإحصائية، لاحظوا بأنه في الخط الأفقي أو في المحور الأفقي للمبيان نكتب الميزة، وفي المحور العمودي نكتب الحصيص، ونمثلها بواسطة القضبان أو بواسطة المستطيلات حسب ما هو مطلوب. إذا سنتمم الدرس خلال الحصة المقبلة، لا يزال هناك ما يجب إنجازه، ثم سنكتب القواعد خلال الحصة المقبلة، ثم بعد ذلك سنمر إلى إنجاز التمارين. شكرا على تتبعكم وتركيزكم خلال هذه الحصة، وإلى اللقاء في الحصة المقبلة.